أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بره الكلام في أي حاجة، لو في أي يعني مش نتكلم نقول أي حاجة، الوضع معروف. الحاجة الوحيدة إن إحنا خلال المرحلة اللي فاتت دي أنا مش هتكلم على أي مبررات ولا هتكلم على حاجة، إحنا خسرنا سكنات، الوضع طبيعي. عندنا تصفيات لسه فيها 4 مباريات. يمكن أنا كان كلامي مع اللعيبة بقرروا الكلام، الكلام ده اللي أنا قلته للعيبة. احنا عندنا 4 مباريات جايين، ال4 مباريات اللي جايين دول محتاجين فيهم ان لو المسابقه هي اصلا من 4 مباريات وفرقه واحده بس اللي تصعد، يبقى لازم احنا نكون اول المجموعه دي عشان نصعد. اول المجموعه دي عشان نصعد يبقى لازم نكون احنا نتائجنا في ال4 ماتشات دي تأهلنا ان احنا نبقى موجودين. عندنا ماتشين مع بتسوانا وعندنا ماتشين مع السنغال. تمام، هو ده الوضع اللي كمله. انا مش بتكلم على اي حاجه خالص ولا بتكلم في حاجه، انا بس الحاجه الوحيده اللي انا بتكلم فيها ان احنا تناولنا كل حاجه في المنتخب خلال المرحله الاخيره دي بالتجريح، تمناها بكلام مش كويس، تناولناها بحاجات كتيره اتقالت واتعملت غير صادقه في كل شيء، لان انا ما كنتش بتكلم مع حد وكنت بسمع كلام كتير بيتقال وكلام كتير بينشر وكلام كتير بينزل وكلام كتير بيتقال ما كانش على لساني خالص، ولا كنت بتكلم فيه خالص، ولا كنت بتكلم مع اي حد خالص. تمام، انت عندك حق انك تزعلوا، وانا كان عندي حق انا كمان ان انا زعلان لان انا ما قدرناش نحقق النتيجه اللي انتوا عايزينها، لكن في ظروف كتيره ما هيش وقتها ان انا اشرح الظروف دي ولا اشرح الكلام ده دلوقتي، لان يعني دي كل حاجه لها وقتها ولا الحاجات اللي موجوده ظروف كتيره بكل شيء. لكن احنا ربنا يكرمنا باذن الله، اخترنا المجموعه اللي موجوده دي اخترناها على اساس ان احنا عندنا المباريات نقدر نشتغل باذن الله في المباريات اللي موجوده بيهم باذن الله. الماتشين اللي جايين اتمنى باذن الله ان احنا نحقق النتيجه اللي ترضيكم وترضينا وترضي الشعب وترضي الناس كلها المهتمين بالكوره. لكن زي ما قلت لكم في حاجات كتيره كنا ممكن نتكلم فيها، ما هيش وقت الكلام دلوقتي، لان لا وقت ان انا عندي مبرر بقوله ولا اي حاجه خالص. في كل وقت وفي كل حاجه بعيد جدا عن حاجات كتيره في الكوره، بنطلب دايما الكمال في كل حاجه، الكمال لله وحده، لكن بنحاول بقدر ما نملك ونحاول بقدر ما نستطيع ان احنا نوصل بالشيء اللي موجود ونوصل بالفريق للمستوى اللي موجود ونوصل بالفرقه لحاجه. ويمكن انا كلمه قلتها لما توليت المهمه، يمكن في اول مؤتمر كنت موجود معاكم، قلت لكم احنا بنحاول نبني فريق، بنحاول نبني تيم، بنحاول نبني مجموعه في البنى. ما تقدرش يعني النتائج مش الاثنين متوازيين ببعض، دي كانت مهمه صعبه عليا. ما كانتش مهمه سهله، انا تحملت فيها كتير. تمام، لكن اتمنى باذن الله ان احنا نحقق الطموحات اللي موجوده عندنا واللي عندكم. كلكم مصريين واحنا مصريين، يعني ما فيهاش حاجه. انا عارف ان انتوا عايزين فرقه تكسب وعايزين فرقه تبقى كويسه وعارفين نبقى كل حاجه موجوده. انا حتى لما بقولها تاني، لما توليت المهمه دي، لا انا كنت واصل كاس العالم، لا انا كنت بطل افريقيا ولا وصلت في 2012، لا انا كنت بطل افريقيا وصلت في 2013، يعني من بعد 2010 عندنا حاجات كتيره جدا في الوضع او في الكره اللي كانت موجوده في مصر. لكن في النهايه انتوا عايزين النتائج، وانا نفسي كنت بتمنى ان النتائج تبقى موجوده. احنا بنشتغل على هذا الاساس وفي هذا الكلام، وربنا وفقنا باذن الله. باذن الله ما نخلص من التمرين هيبقى عندنا بعض اللعيبه اللي مش هتسافر معانا. طبعا احنا ما استقرناش دلوقتي، او مش ما استقرناش، شبه في بعض عندنا بعض الاصابات اللي حصلت، او بعض اللعيبه اللي جايه من انديتها عندها بعض الاصابات وعندها بعض الحاجات اللي موجوده معانا. قبل كده كنت بتكلموني على ليه باخد عدد وليه باخد حاجات وليه باخد الكلام ده. النهارده لما تعرفوا بعد كده لما نقول مين اللعيبه اللي هي مش هتسافر معانا، هتحسوا ان انا في كده. وكل شيء وارد في الكوره، وده ماتش مهم احنا مسافرين. 3 بونت مهمين بالنسبه لنا، 3 بونت عشان نكمل المسيره، وده اللي احنا بنشتغل عليه باذن الله. انا حاولت عايز اقول على حاجه، انا بتفق معاك في الكلام ان دول لعيبه ممكن يكونوا لعيبه كويسين في المرحله السنيه. احنا عندنا الدور في اوروبا كله، نفسكوا ناس متابعين الدوري في اوروبا اكتر مننا كلنا، وما بيتكلموش الا في الدوري الاوروبي. رودري مين بيلعب في نادي كبير بيلعب من اصول مصريه، بيلعب في نادي كبير وسنه يقدر يخش في المنتخب.
يعني سنه يعني ايه يخش منتخب؟ يعني انت لو بتقول على لعيب عنده 17 سنه كان في منتخب 17 سنه يقدر يجيبه، لعيب عنده 19 سنه كان في منتخب 20 سنه يقدر يجيبه، كان سنه في المنتخب الاولمبي كان في المنتخب الاولمبي يقدر يجيبه. انت بتطلب مني ان انا اللي اجيب اللعيبه دي كلها، بتطلب مني انا ان انا اللي اجيب اللعيبه دي كلها عشان تلعب في الفريق الاول. قول لي مين اللعيب اللي لعب في نادي كبير، نادي كبير يعني ايه؟ يعني تقول لي تقول لي مثلا ايه اتفرج يا كابتن شوقي النهارده، تتصل بيا تقول لي او تبعت لي رساله يا سيدي تقول لي فيها في ماتش النهارده بين فلان وفلان، اتفرج على فلان ده مصري، اتفرج على فلان ده مصري. بعد كده انا بتابعه واشوفه والاقيه. طبعا استحاله ان احنا نقدر ان احنا نمحي او نغير شكل اللعيب ده، او نقدر نقول ان هو مش كويس، او نقدر نقول اي حاجه. ده وضع طبيعي، لان في النهايه احنا بنعمل لبلدنا، ما بنعملش الشوي ولا بنعمل لحد. ده في النهايه كل واحد بيقعد مرحله وبينتهي المرحله، واللعيبه اللي بتفضل وهي اللي بتبقى موجوده وهي اللي بتدافع عن اسم مصر. فاكر بالنسبه للماتش الاول قدام السنغال احنا لعبنا 3-1، لعبنا باثنين. ربنا يسهل باذن الله. يعني احنا بنعود اللعيبه انها تلعب ثلاثه وتلعب اثنين وتلعب كل شيء، لكن يعني زي ما قلت الدوري المصري اول اسبوعين كان في الاهلي مؤجل وكان في الزمالك مؤجل، والاسبوع اللي وراه كان في النادي الاهلي مؤجل. يعني تلعب 17 ماتش كان داخل 56 جول بتهيألي نسبة، يعني نسبة رهيبة. تشوف كل اسبوع احنا عندنا بعض الحاجات موجودة في الكرة، بنحاول نعالجها ونحاول نوصل لها، بنحاول قدرنا باذن الله ان احنا نوفق ان احنا نعملها. احنا بنحاول ان احنا نوصل للهدف ده، لكن لما تيجي تشوف 56 جول و56 جول جايين كلهم متشابهين، يعني فيهم شبه كبير من اللي جوه اللي دخل فيهم، تمام؟ فاحنا عندنا خلل في مناطق، بنحاول، لان الموضوع مش موضوع. يعني دايما يا جماعه احنا نحمل مثلا نقول ايه دخل فينا جول، اصل المدافع غلطان. طب ما احتمال يكون المدافع واللي قدامه يعني خطا مركب، بس احنا دايما نحلل، يعني دايما نحمل شخص او نحمل اي حاجه. زي مثلا لما بتحصل اي حاجه المنتخب انا اللي بشيل كل حاجه، لكن لما بيحصل اي حاجه في ناس ثانيه بتشيل كل حاجه.